اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، يعني أنا جاي مش المطبخ بخيل ولا إن إحنا مش عايزين نصرف، بالعكس أنا عايز أقدم فكرة طهوية وإزاي ثقافة المطبخ تمشي من غير الفراخ واللحمة والسمك ونعمل أكل صحي. معانا النهاردة شوية كسكسي بالخضار، معانا القرع العسلي واحنا ماشيين على الطريق الصحراوي بشوف القرع العسلي اشكاله والوان الكبير والصغير، الوانه الجميله اللي بتفتح النفس اللون البرتقاني، فانا عايز النهارده نشوف ثقافه المطبخ مع ان القرع العسلي يخش مع الخضار زي البتنجان، بطاطس، كوسه، جزر، الروزماري، الزعتر، ونعمل طبق كسكسي بالخضار والقرع العسلي. هيبقى فيه بروتين حيواني، هيجي منين يا عم الشيف؟ من السمنه البلدي اللي هعمل بيها الكسكسي. شفتوا بقى ازاي؟ يعني هناكل فراخ ولحمه بطريقه غير مباشره ونحصل على البروتين الحيواني اللي موجود في الكسكسي بالسمنه البلدي. نيجي النهارده المانجا، جاي الموسم بتاعها وبشايرها جميله بصراحه، شفتها ماليه السوق وعند اخواننا بتوع الخضار. المانجا اشكال والوان، فخلونا نعملها ايس كريم، نعملها سموزي، نعملها مخلل، ندخلها ببعض الاكلات، نعملها مع الدجاج. تعالوا شوفوا المانجا النهارده هنعملها ايس كريم ازاي، واعلمك تعملي كل الفواكه ايس كريم وانت قاعده في البيت زي ما عملنا قبل كده البطيخ وعملنا الكيوي وعملنا الموز. معانا النهارده فواكه مشكله من خير ارضنا، البرقوق ابو شكل حلو، الموز، التفاح، الفواكه اللي موجوده عندك والاولاد مش عايزين ياكلوها. هتعيدي هيكلتها وتعمليها النهارده طرت. طرت ده بطعم الليمون والفواكه المشكله، اكيد هيكون طعمه مميز وله شكل وطعم جديد مختلف. مش عايز اطول حضراتكم في المقدمه لان انا عندي شغل كتير للامانه، وبالذات النهارده الحلقه فيها شغل جامد جدا من غير لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن خلونا نعمل مع بعض النهارده المطبخ بتاعنا بثقافه غذائيه ويكون كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا. هستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عندي في الدرج بتاع التلاجة تشكيلة من الفواكه بقى لها اسبوع، بقى لها 3 ايام، بقى لها 4 ايام، في الاختيار ليك. يا اما تعملها فروت سلطة هتلاقي لونها مختلف هتقولي مش حلوة، تقدر انك انت تعمليها، عملتها قبل كده لسان العصفور مع الفروت سلطة، طبخناها زي الريزوتو كانت طعمها جميل وزي الفل وخدت جبنة موزاريلا، دي فكرة. جاي على بالي النهاردة اعمل طارت الفواكه المشكلة بطعم البرتقال بطعم الفانيليا، الاختيار ليكي. تعالوا نشوفوا مقاديره على الشاشة. معانا تفاح، شفنا طبعا الفواكه قبل ما نقطعها، معانا عنب، معانا خوخ، كيوي، في فراولة، حط فراولة بس للأمانة ما لقيتش فراولة، تحط مانجا، الفواكه اللي انت حباها، تحط عصير برتقال، دي فواكه مشكله. ومعانا في المقادير كوبايتين من الدقيق، شويه فانيليا، وبشره برتقال في المقادير، وزبده، وبشره برتقال وزبده. حلو الكلام، دول مهمين جدا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين كده واحده واحده. ناخد الزبده اول حاجه مع شويه حليب على النار ونسيح. شوية حليب بنحط على الحليب ده يا عم الشيف الفانيليا عشان يبقى الحليب طعمه فانيليا. شفت المدرسة؟ زي الفل. ونحط عليه بشرة برتقال حلوة، ونحط الزبدة. الله، ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ لا في كتاب ولا في كراسة، زبدة، حليب، بشرة برتقال، فانيليا، زي ما انا شغال كده. شفت اللون اتغير ازاي؟ بس في ريحه الفانيليا مع البرتقال حكايه، خلي بالك. واحده واحده عشان نشوف هنعمل ايه. بنجيب كسرولة، اللهم صل على النبي. طبعا معانا الكسكسي على النار، ورناش حاجه، بيستوي بياخد وقته. نحط الدقيق ده هنا كده، حلو قوي. انا مش هعمل عجينه، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. الله على الريحه الحلوه. تاني زبدة، بشرة برتقال، شوية حليب، فانيليا. أربع حاجات عدهم على صوابعك، زبدة، بشرة برتقال، شوية حليب، فانيليا.
واستنى على الزبده ما تسيح واشم ريحه الفانيليا. هنعجن بيه الموضوع ده. يا حبيبي يا حبيب والديك يا حبيب والديك. كمل الحدوته بتاعتنا، ناخد اللي احنا عملناه ده كده وننزل بيه على الدقيقه كده. بص على الحلاوه، بص هو ده. الله، بس خلاص. سامع الصوت ده؟ صوت، الصوت الجميل ده، الصوت اللي يجوع بألوانه من خير أرضنا. شدير الصوت ده، حلو؟ نقلب، نقلب الدقيق مع الزبدة لغاية لما نفلفله كله مع بعضه كده. وعندي القالب بتاع الطرد، وانا شغال كده واحدة واحدة. اختراع ده، اختراع، مش بعمل عجينة انا. طعم الفانيليا في الدقيق حكاية، طعم البرتقال في الدقيق حكاية، شوية الحليب مع الزبدة هما اللي بيدوني الايه، النتيجة اللي حضراتكم شايفينها دي كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي، عندي قالب من الطرد، اخد الخليط ده كده، شوفي بس الكل اهو، وانا شغال كده. ده ما يتاكلش سخن، يتاكل بارد. زي ما انا شغال كده مركز مع الصوت انت اللي على يميني ده. تاني، درجة حرارة الفرن عندي 180، ادخل الصينية دي كده تتكرمل معايا زي ما انا شغال كده وانا معاكم واحدة واحدة. تتكرمل ازاي يا عم الشيف؟ حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سكر، كرملة الزبدة مع السكر مع العجينة وادخلها الفرن. شوية سكر هنا. يا فندم، هناخدها زي ما هي كده اهي وندخلها الفرن. بص عليها مكانها فين في الفرن؟ في الأرضية بتاعت الفرن. بص عليها. يلا عينيا. شفتوا العجينة؟ نسيبها زي ما هي كده. دي مدرسة. نقفل الفرن بتاعنا. معايا بقية العجينة حطيت عليها سكر، دي جاهزة. ايه اللي هيحصل يا عم الشيف نظري كده علشان نفهم وانت بتعمل ايه؟ الخلطة اللي معايا دي كده، بعد ما بيطلع القالب بتاع الطرط اللي في الفرن، باخد الفاكهة دي ارصها في قلب الطرط على الوش اللي هيطلع من الفرن، وانزل ببقية الخليط ده كده على الوش وادخله الفرن تاني يتكرمل ونسيبه لما يبرد. تاكلي شوية فواكه طرت مع عجينة ابتكار مغازي ولا كلتها قبل كده. شفت الصورة على الشاشة دي؟ تجوع. طيب تعالوا مع بعض نشوف الفواكه بتاعتنا اخبارها ايه. هو ده اشتغل في الحلو طبيعي، بنغير الجلافزات بتاعتنا، نغير البلانشة، سكينتك ما يكونش فيها لا توم ولا بصل، تعلمنا كده من الشيف المغازي، عشان هنعمل ايس كريم مانجا دلوقتي، والمانجا طبيعي عاملة زي البطيخ. لو البلانشة اللي بتقطع عليها المانجا والسكينة أو الطبق فيه ريحة بصل أو توم، كأنك بتاكل بصل أو توم. هنطلع القالب من الفرن، اتكرمل السكر بتاعنا، إيه الأخبار؟ ده الطرت بتاعنا. بناخد الفواكه الحلوة دي كده مع بقية الخلطة اللي كانت قبل الفاصل، فاكراها؟ اهي محتفظ بيها. بشيل الفواكه كده، بقلبها، بنزل بقى هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك.
عنب، خوخ، برقوق، تفاح، موز، كيوي، فراولة، إذا عندك دورت عليها الصبح ما لقيتهاش. وناخد وقت احنا الصبح على فكرة عشان نشوف الحاجات دي ونلاقيها. يا اما يقول لك لسه ما وصلتش يا باشا، العربية لسه ما جاتش يا باشا. شايفين الحلاوة دي كده؟ هو ده. بشيل ده من هنا واخد الخلطة الحلوة دي كده. الله، شفت بقى الكرملة دي كده؟ الديل مخلوط بالزبدة مخلوط بشوية حليب، في سكر، وادخله الفرن. تكرمل السكر مع الدقيق مع الزبدة مع الفانيليا مع بشرة البرتقال، حكاية زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الفرن. ده المطبخ. شيل القالب ده كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن، خلي بالك في درجة حرارة الفرن عندي هنا 180 زي ما هي. بص عليها حبيبي. هطلعها بره. ايه رأيك فيها؟ دي موسوعة إبداعية. ده طارت جميل جدا. مدرسة المغازي بتقول الفواكه اللي موجودة عندك في التلاجة يا أمي يا خالتي يا ست الكل تقدر تستخدميها وتعيدها هيكلتها، يا إما تعمليها فروت سلط يا إما تعمليها طارت بالفواكه المشكلة زي ما أنا عملت دلوقتي. هندخلها الفرن. إيه المطلوب من الفرن هنا؟ العجينة في أول مرة شمعناها وكرملناها بالسكر والليمون وشفناها أو بشرة البرتقال والزبدة والحليب. بعد كده خدنا شوية من نفس الخلطة حطيناها مع الفواكه، بندخلها الفرن ونسيبها في الفرن شوية 10 دقايق تقريبا. فل. تعالوا نطلع الطارت بتاعنا من الفرن. زي الفل. جاهز؟ جاهز يا عم الشيف. ده مكانه. تشكيلة من الفواكه موجودة عندك في درج التلاجة، أعتقد إنك بتقولي ملهاش عوزة. الموز لونه اتغير، التفاح يا أمي لونه اتغير، الخوخ شيف المغازي حولها لك لحاجة جديدة ولطيفة. ودايما لما بنقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مش من فراغ. قدام حضرتك هي زي الفل. نقفل النار. تمام. اللهم صل على النبي. ولكن قبل ما الحلقة تخلص اخواننا المصورين والفريق العملي، شايف مغازي؟ مش شايفين فراخ؟ مش شايفين لحمه؟ ما ده الطبيعي، برنامج الطبخ او برنامج الاكل. داخلين الاستوديو عايزين نشوفوا فخده ضاني ماشي، ديك رومي ماشي، جوز فراخ ماشي. انا حبيت اوصل بس معلومه، مطبخك تقدري تغيري فيه، تجددي فيه، تعملي افكار حلوه لاطباق جديده. اذا كان الكسكسي بتاعنا متعودين نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله باللحم العلوش اللي هو اللحم الضاني. لا، عملته النهارده بتشكيله من خضار من خير ارضنا، يتصدرها طبعا القرع العسلي بما ان احنا نتميز من انتاجه. عملنا الايس كريم مانجا بما ان المانجا دلوقتي بدات تغرق السوق. انا بحببك في ان المانجا تعملها كل يوم بشكل مختلف. عملنا طرت، ده عجبني قوي على فكره، كرمله الدقيق بالزبده مع طعم البرتقال مع طعم الفانيليا حكايه. واخده الموز في طريقها مع الخوخ مع الكيوي مع التفاح، حكايه. ده جربيها، هيبقى لازم يتاكل بارد، ده لازم يخش الثلاجه. رؤيا فن إبداع. بنشوفه كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.